تخليدا لمآثر شهدائنا الأبرار وتزامنا مع إحياء الشعب الجزائري للذكرى 74 لمجازر 8 ماي 1945، أشرف العميد غالب القصير قائد الدرك الوطني هذا الأربعاء على مراسيم تسمية المؤسسة المركزية للغيار للدرك الوطني بالحراش باسم الشهيد شتوح عبد الرحمن. هذا وعرف الحفل حضور ضباط وإطارات قيادة الدرك الوطني وعائلة الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة بهدايا رمزية. ويعد الشهيد شتوح عبد الرحمن أحد أبرز أعضاء مجموعة الفدائيين، عمل كجندي ممرض في صفوف جيش التحرير الوطني واستشهد بمدينة بوفريك سنة 1961. باشرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وتشاء الصدف أن تحمل المؤسسة العاملة في إحدى مجالات الإسناد اللوجستيكي اسم شهيد عمل إبان الثورة التحريرية في مجال. نشكر قيادة الجيش الوطني الشعبي يعني على هذه التفاتة يعني لشرف لنا كبير، شرف لكل الجزائريين، وشرف خاصة لنا احنا يعني عائلة شتوح عبد الرحمن.